باسم احمد سعيد السني رئيس المجلس الرياضي بسبح. اليوم نحن في نادي القرضبيه لافتتاح بطوله قدامى الرياضيين لمنطقه سبها والمناطق المجاوره لها. هذه البطوله يشارك فيها 12 فريقا مقسمه على ثلاث مجموعات، مقصود بها ترييض الرياضيين القدامى والتعارف بين الاجيال السابقه والاجيال الحاليه. نتمنى ان تكون هذه البطوله يعني بكوره بطولات اخرى. طبعا هذه البطوله هي الثالثه على مستوى بلديه سبها. نتمنى ان يعني وهذه السنه شاركنا بها عدد من الفرق من البلديات المتقاربه لبلديه سبها. نتمنى ان تكون السنه القادمه ان شاء الله افضل واحسن من يعني وفي تطور وفيها اكبر عدد من الفرق. اسم عثمان احمد سعود لاعب وسط. شاركنا في البطوله هذه نادي غدوه الرياضي شارك في ضمن المجموعه المقامه اللي يشرف عليها مجلس الرياضي فرع سبها بخصوص الدوري التنشيط لقدماء اللاعبين، ونتمنى المشاركه للافرقه الاخرى والحظ اوفر للفريق الفائز، ونتمنى كل التوفيق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاسم الهادي فرج موسى الكيلاني، مركز اللاعب وسط يمين. البطولة جيدة بحكم انها تجمع كل اللاعبين قدامى في مدينة سبها. كانت هذه البطولة يعني فيها نوع من التنافس والمرح، وشفنا احنا بعض اللاعبين القدامى لنا فتره طويله ما شفناهمش، اليوم شفناهم، وهذا ندل على شيء ان اللاعبين القدامى مازال فيهم الخير، مازال نتمنى احنا تكون في بطولات اكثر واكثر تجمع بشكل جيد مثل هذه التجمعات. اليوم لعبنا احنا ضد غدوة وفزنا بنتيجة 7-2، كانت مباراة جيدة، لنا فترة طويلة في لاعبين قيام ما شفناهم، اليوم شفناهم، وهذه النتيجة مش الفوز والخسارة، ولكن أهم شيء احنا شفنا اللاعبين القدامى لنا سنوات ما تلاقينا معهم. Hey, 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 hey